من برلين ينضم إلينا يمان شواف مراسل الغد. يمان، تفاصيل هذه المسيرة الاحتجاجية وحجم المشاركة فيها. نعم، نشطاء طبعا المناخ الجمعة لأجل المستقبل، هذه الحركة التي نظمت هذه الحركة الاحتجاجية وهذه المسيرة التي انطلقت من بوابة برلين ووصلت حتى هذه المنطقة التي نحن فيها، واتجهت إلى يعني إلى قرب محطة القطارات الرئيسية. كان المتظاهرون طبعا يطالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لحماية المناخ، التغيرات المناخية التي لها تأثير كبير على الطبيعة، على الحياة، الزلازل التي حدثت مؤخرا، يقول البعض أن هذا ربما يكون له علاقة في هذه التغيرات المناخية. لذلك هناك هتافات ولافتات تطالب الحكومات بضرورة اتخاذ إجراءات فعلية وعملية لمواجهة هذه التداعيات التي تنجم عن التغيرات المناخية وعن التلوث في البيئة وفي المناخ، وأن لا يكون فقط مجرد بيانات وتصريحات من قبل الحكومات، بل يطالب النشطاء أن يكون هناك تحرك فعلي وعملي لمواجهة كل هذه المخاطر التي تنجم عن طبعا عن التلوث في المناخ والبيئة. يمان شواف مراسل الغد من برلين، شكرا جزيلا لك.